كل من يذهب لا بد أن يعود. أهلا بعودتك يا يونس. أهلا بك. قف. إلى أين؟ إلى أين تذهب؟ أنت ولدت من جديد. حمدا لله على سلامتك، فليحمك ربي من كل بلاء. آمين. فليشفيك الله. تحسن مريضنا يا شيخي. بجهدك يا طبيب مايكل. أعطيناه العلاج فقط، الشفاء كان بدعائك له. هل هناك عبد لا يدعو الله؟ الطبيب وسيلة. إيه؟ لم يقولوا عبثا إن الأطباء وكلاء عزرائيل بيننا. لقد أعددت له دواء لكي يستعمله لاحقا، معجون الخرنوب لكي يؤتي القوة. إيه؟ لقد نام طويلاً، جسمه بلا طاقة. هل سيستطيع المشي من جديد؟ أصبح جسمه ضعيفاً، سيستند علي مبدئياً، يجب أن يرافقه أحد. سيمشي، اطمئن لا تقلق. سيقوم قاسم بمرافقته. فليحمك الله من تكرارها يا سيد يونس. هل كنت بجانبه عندها؟ لا، لم أكن بجانبه، رأيته قبل قليل. عندما جاء إلى والدي بعد الحادثة أخفى والدي علينا الحقيقة، لكن... لا تقولي هذا، لقد نجا فحسب، البقية لا تهمني، وسيستجمع قواه قريباً. برد الطعام، دعينا نذهب بسرعة ونرى ما جرى. دعوه يمشي ببطء. هل تشعر بألم الآن؟ قرب قدمك، هيا ببطء 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 ببطء. سيخاف في أول الأمر، وكأنه يخطو الخطوة الأولى، كأن تحت قدميه مجموعة من النمل ويحيد عنها. يا ليت البلاء يمتحننا إذن. أستغفر الله يا شيخي، ما هذا الكلام؟ ملابسه جاهزة. هيا يا بناتي،